روي أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله، ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث. فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم 70,000 أو يزيدون. فقال موسى عليه السلام: إلهي، أسقنا غيثا وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع. فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة. فتعجب موسى عليه السلام وسأل ربه عن ذلك. فأوحى الله إليه: أن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم، فبه منعتم المطر. فقال موسى: إلهي وسيدي، أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف، فأين يبلغ وهم 70,000 أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه: منك النداء ومن البلاغ. فقال موسى مناديا: أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبك منعنا المطر. فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدا خرج، فعلم أنه المطلوب، فقال في نفسه: إن أنا خرجت من بين هذا الخلق فضحت نفسي، وإن قعدت معهم منعوا لأجلي. فأدخل رأسه في ثيابه نادما على أفعاله، وقال: إلهي وسيدي، عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد أتيتك طائعا فاقبلني. فلم يستتم كلامه حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب. فقال موسى عليه السلام: إلهي وسيدي، بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ فقال: يا موسى، سقيتكم بالذي منعتكم، يعني ذلك الرجل التائب. فقال موسى: إلهي، أرني هذا العبد الطائع. فقال له: يا موسى، إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني. وصدق الله إذ يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.